من A1 TV. أهلا بكم. قدمت الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 4,700,000 دولار كمساعدة عاجلة للأردن في إطار التصدي لجائحة كورونا. وسيوفر هذا التمويل المساعدات التقنية والمعدات والإمدادات اللازمة للمرافق الصحية التي تتولى تشخيص وعلاج مرضى كورونا، بما في ذلك مستشفيات البشير والمختبرات الطبية في المملكة. كذلك سيعمل هذا التمويل على تدريب العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية الذين يقومون بتقديم الرعاية الحرجة لمرضى كورونا وإعطاء اللقاحات. اقتحم 10 المستوطنين المتطرفين اليهود باحات المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة. وقال شهود عيان إن الاقتحامات نفذت بحراسة وحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، كما تم اعتقال 3 فتية مقدسيين بالبلدة القديمة. وأوضحوا أن المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية تركزت في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى وبالقرب من مصلى باب الرحمة. كما أدى المستوطنين طقوسا تلمودية علنية في باحات الأقصى المبارك وسط حالة من الغضب سادت أرجاء الحرم القدسي الشريف. دافع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون عن الجسر الجوي البريطاني للإجلاء من كابول، وأشاد بأداء الجنود للمهمة. وجاء تصريحه بعد أن زاد الانتقاد للحكومة لغفلتها عما كان يجري في أفغانستان. وقال جونسون إن بريطانيا لم تكن ترغب في مغادرة أفغانستان بهذه الطريقة بعد وجودها هناك الذي استمر قرابة 20 عاما، لكنه قال إن القوات المسلحة يجب أن تفتخر بإنجازاتها مع ذلك. حذر مركز الأعاصير الوطني الأمريكي من أن إعصار إيدا الذي يقترب من سواحل ولاية لويزيانا لا يزال يزداد قوة وتصاعد حتى الفئة الرابعة شديدة الخطورة. وأكد المركز أن الإعصار شديد الخطورة الذي تصل سرعة رياحه إلى 233 كيلومترا في الساعة من المتوقع أن يجتاح سواحل لويزيانا في وقت لاحق من مساء اليوم. في غضون ذلك تسابق سلطات لويزيانا الزمن حيث تم إعلان حالة الطوارئ لتوفير ملاجئ إلى حشود النازحين الذين تم إجلاؤهم، وذلك على خلفية الوضع الوبائي المعقد نتيجة لتفشي فيروس كورونا. وإلى أخبار الرياضة، حيث قال باريس سان جيرمان إن مهاجمه الجديد الأرجنتيني ليونيل ميسي انضم لتشكيلة الفريق التي ستخوض مباراته اليوم أمام رينس في الدوري الفرنسي لكرة القدم. هذا ولم يشارك ميسي 34 عاما حتى الآن في أي مباراة رسمية مع ناديه الجديد الذي انضم إليه قادما من برشلونة الإسبانية في وقت سابق من الشهر الحالي. نهاية الموجز، دمتم في أمان الله. We'll be right back.